ما عندي ما نلوم عليهم، معناها كانوا دوميناتور من اول المقابله، كانوا تقريبا 90 دقيقه الفرص ما قدرش باش نحسبها في الاخر. معناها وقت تشوف قداش الفرصه ضاعت في المقابله، عملوا كل شيء، تعداو الاطراف، تعداو في العمق، شاتوا عملوا لي زون دو اللي حاشنا به، بقت ضاعت الفرص العديده والمتعدده. نزيد توا صار علينا ضغط كبير، معناها ضغط كبير على اللاعبين، وراو هذا ما يساعدش الفريق. اللاعبين هذم هم ولادنا، ما عندناش حتى واحد البرة، ما عندنا حتى واحد البرة وماهوش قادرة. هذا الموجود في الفريق لازمنا نقف معاه ونجتهد. وقت نجي نشوف في المقابلة قديش الفرص اللي ضاعت، معناها ما نجمش نحسبها صراحة، ما نجمش نحسبها. معناها هذا المردود انا ما، وحتى اللاعبين فيليسيتي على المردود نتاعهم في غرفه الملابس. وهذا شوط، مازال الشوط الثاني باش تكون مقابله صعيبه، لكن ان شاء الله باش نترشح ان شاء الله. قبل المقابله واكيد بعد احنا بعد 15 دقيقه غيرنا الطريقه نتاع اللعب. بعد 15 دقيقه معناها جبنا الفريق، ونعرف اللي في الكره خاصه لما تلعب في خارج ملعبك يكون والفريق ما تعرفوش، يكون اسهل باش تدافع وباش ترجع للمنطقه نتاعك. شفنا اللي عنده مهاجم اللي يرتكزوا عليه خاصه في الكرات العاليه، هذا يكون باش تقراوا له حساب، وان شاء الله يكون في المقابله الجايه يكون الترشح حليف ان شاء الله. معناها بعد المقابله راهو سؤالك صعيب، معناها احنا وكان ما قلتش وكان ما خلقناش فرص وكان ما جبناش فرص، الكلام نتاعك معقول جدا، لكن انت راك جبت فرص عديده ومتعدده. وسونو سون با دي دو كاسر، ما همش دو كاسر، واللي مطلوب منهم مختلف تماما عن المقابلات اللي فاتت، وكل مره واحد يزيد فيهم في المقابله هذه. وانا ما نعرفش اللي في المقابله هذه نشوفوا كم عدد الفرص اللي ضاع، راهو كانت النتيجه تكون 5 و6 و7، راهو الفرص العديده ومتعدده في وسط المقابلة. وراني أنا في الإفكتيف اللي عندي ما عنديش أفضل، وأنا خليوني باش نكون إيجابي مع اللاعبين متاعي. راي مهمتي ومسؤوليتي كبيرة، لازم أنا نحافظ على الإفكتيف متاعي، وما نجمش نقول كلام اللي من بعد نحس في اللاعبين متاعي يتحرشوا مني، واللي يقول لك الكابتن نتاعنا ما عندوش فينا ثقه. هذا اللي عندي، هذا المردود، وانا نحب نشكرهم على المردود نتاعهم، وقاعدين يبذلوا في مجهود كبير، وما نتاثر بالتصرفات. معناها الجمهور عنده حق دائما، وجمهور طنجه من اللي انا برا نعرفه صحيح، جمهور طنجه يحب لعب مزيان ويحب يربح في كل مقابله، وانا قلت هذا حقه. لكن انا بالنسبه لي انا المردود نتاع اللاعبين نتاعي اللي عطاوه في المقابله انا راضي به. تبقى جات فرص اللي ضاعت، كنا نحفظوا باش نسجلوهم الاهداف. شكون ما كانش يطمح باش يسجل اهداف باش يربح، باش يربح في مقابلته في ملعبه. وراو في اشياء، في شباب، لانه الناس في اشياء ما تعرفش. انا عندي لاعب اللي النغمي جات وتوفات عندنا، وما راح للدفينه نتاعها، وبقى باش يلعب مع الفريق لانه الفريق محتاجه وبقى. لازم انا نشكر اللاعبين نتاعي على المردود نتاعهم، لازم انا نكونوا ايجابي. انا قلت لكم انا اتحمل الضغط مكان اللاعبين نتاعي، لكن ما تخليني نزيد اكثر على اللاعبين. راهو هذا رسمان، ما لازمناش ندخلوا في الرسم، لعبنا عند شكون اللي قادر باش يلوم عليهم اللي ما لعبوش. عملوا كل شيء، شاتوا، عملوا لين دو، تعدوا بالاطراف، الكرات الثابته، نوعوا، خدموا، جات الفرص وضاع. وراهو ثم مدرب الماني إتسفيلد درب بايرن ميونخ، قال في الشامبيونز ليغ 0-0 ا دوميسيل سي ان بون ريزولتا. انا 0 سي فيني، لو ماتش فيني. تو احنا عندنا اسبقيه، اي هدف سجلناه لبرا مش يكون مختلف. انا لو فزت اليوم 2-1 ولا فزت 3-1 نفس النتيجه،
لعبت مزيان، الفريق ما ضغط عليا، ما جاتهم فرص، حرسنا ما مس كرات كثيره، واحنا ضيعنا فرص كثيره. خليونا ايجابيين، وصلونا المعلومه للاعبين نتاعنا، وانا قلت لهم هذا هو الكلامي، هذا اللي كان في غرفه الملابس توا معنا. 0-0 à domicile, c'est un bon résultat. 1-0, et on fait le match, Inch'Allah. On sera qualifié. Je ne sais pas le match, mais on sera qualifié, Inch'Allah.